دلوقتي هنتكلم على الريسكشن. حضرتك واقف في نقطتين وقست الزوايا سيتا والفا، سيتا ار وسيتا، تمام. والمفروض عندي زاويه ان وزاويه ام، دول معروفين. اللي مش معلوم عندي دلوقتي زاويه الفا وزاويه بيتا. ده اللي انا عايز اوصل له. لو عرفت اوصل لزاويه الفا او لزاويه بيتا هقدر احل مثلث من مثلثين وابتدي اعرف الاطوال بتاعتي وابتدي اجيب الاحداثيات النقط الى النقطه اللي انا عايزها اللي هي نقطه بي. طيب حضرتك عندك مجموعه من القوانين قدام هذه المساله. عندك فين؟ في الورق اللي حضرتك نزلناه اللي قلت لك اطبعه عشان تمشي معايا خطوه بخطوه بالقوانين اللي موجوده عندك في الورق. طيب انا عندي احداثيات نقطه بي وعندي احداثيات نقطه سي وانا واقف عند نقطه ايه برضو وهي معلومه الاحداثيات وعايز استنتج احداثيات نقطه بي. فلو انا قلت ان نقطه بي 20 و40 ونقطه سي 20 و20 وانا واقف عند نقطه ايه اللي احداثيها 0 و0 ممكن استنتج طول الاي بي اللي انا مسميه هنا بي بيساوي الجذر التربيعي لدلتا اي تربيع زائد الدلتا ان تربيع، وانحراف الضلع بي اي بي بيساوي 10 - 1 الدلتا اي اي بي على الدلتا ان اي بي، وهكذا. الضلع اي سي ممكن استنتج طوله واستنتج انحرافه. طيب زاوية R اللي هي الزاوية الكبيرة دي عبارة عن ايه؟ الفرق بين انحراف الضلع AB ناقص انحراف الضلع AC، تمام. خلي بالك بقى من اول هنا هنبتدي نشتغل بالقوانين اللي سعادتك مكتوبة قدامك في الورق لازم تشتغل بيها. طيب يبقى اول حاجة استنتجنا زاوية R، هتيجي في الورق اللي عندك برضو هتلاقي حاجة اسمها جي وحاجة اسمها اتش. ايه جي؟ جي سهلاوي اللي هي زاوية الفا زائد زاوية بيتا. قيمة الجي اللي هي مجموع زاوية الفا زائد مجموع زاوية بيتا بتساوي 360 مطروح منها زاوية ار اللي هي الزاوية دي زائد زاوية ان زائد زاوية ام اللي هم المفروض ان هم معلومين او هيبقوا معلومين بالنسبة لي. يبقى اقدر استنتج كده اول حاجة قيمة الجي. هنيجي بعد كده نستنتج حاجة تانية اسمها الاتش. الاتش عبارة بي في ساين ام على سي في ساين ام. خلي بالك البي اهي في ساين الام اللي قدامها الناحية التانية والسي اهي في ساين الان اللي هي قدامها الناحية التانية. وبعدين نستنتج منها بعد ما استنتجت قيمة الجي وقيمة الاتش حاضر احصل على قيمة الالفا بتساوي 10 - 1 ساين جي على اتش زائد كوساين جي. دي على فكرة زائد يا جماعة. طيب بعد ما استنتج قيمة الالفا هل ممكن استنتج قيمة السيتا؟ عند المثلث دي اللي فوق في زاوية ان وزاوية الفا معلومة، يبقى اقدر استنتج زاوية سيتا. هقول والله السيتا دي اللي هي الزاوية دي بتساوي 180 ناقص الالفا ناقص الان. يبقى كده المثلث اللي قدامي اللي فوق ده معلوم فيه التلات زوايا سيتا والفا وان، ومعلوم فيه الطول اللي هو اي بي استنتجته من فوق. يبقى اقدر احل المثلث ده واقدر
اجيب اي طول فيه. حاجه اعمل ايه؟ هجيب الطول اللي هو AB. لما اجيب الطول AB وانا عندي زاويه اقصى موجوده خلاص، يبقى احداثي البي هيساوي ايه؟ احداث البي هيساوي احداثي الاي زائد الطول AB اللي انا استنتجته مضروب في ساين الانحراف الاي بي ومره في كوساين الانحراف الاي بي، واقدر استنتج بكده احداثيات نقطه بي. اهو زي ما هو مكتوب قدام سعادتك، ادي قيمه الثيتا 180 ناقص ان ناقص الفا، والالفا اي بي بتساوي الالفا اي بي هتساوي الالفا اي بي زائد الثيتا، وكده نكون حصلنا على جميع زوايا المثلث اللي هو اي بي بي وطول الضلع اي بي، وبالتالي يمكن ايجاد طول الضلع اي بي ثم احداثيات نقطه بي. يبقى دي الطريقه اللي احنا هنتبعها في حل اي مساله للسكشن اللي هو سعادتك واقف على نقطتين او ثلاثه معلومين الاحداثيات وعايز تستنتج احداثي نقطة انت مش قادر تحتلها. ده هنتكلم في المحاضرة دي كده طريقة الحل بهذه الطريقة. نتكلم المحاضرة الجاية ان شاء الله على نطبق في مسألة عملية زي اللي احنا كنا ابتدينا فيها في اخر محاضرة اتكلمناها. شكرا.